وبأولى محطاتنا لليوم رح نحكي طبيا وفق العمل عن دليل الوقاية عن كورونا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية كوباء، وهو إلى حد الآن لم يظهر في سوريا حسب وزارة الصحة السورية. ونحن أكيد كلنا ثقة بهذه بأنه ما عندنا كورونا أبدا، ولكن الوقاية خير وسيلة لمحاربة أي مرض أو أي وباء أو أي فيروس. حتى نتعرف أكثر عن أجوبة نحن يمكن عم نتساءلها بحياتنا اليومية، وكثير من الاستفسارات بنحكيها هيك بين بعضنا. رح يحكي لنا عنها أكثر بالاستديو الأستاذ الدكتور مروان الحلمي، النائب العلمي لكلية الطب ورئيس الجمعية السورية للمولدين النسائيين، رئيس جمعية الشرق الأوسط للخصوبة. يسعد صباحك. صباح أهلا وسهلا فيك دكتور مروان. لكل المشاهدين صباح الخير والسلام وبعيدا عن الكورونا. نعم. يسعد صباحك دكتور. صباح الورد. يعني من وحي مبارح القرارات والإجراءات اتخذتها سوريا وانقسام أيضا الباحثين، خلينا نقول بين أنه فيروس كورونا هو فيروس خطير جدا ومتطور، أو أنه هو يشبه الفيروسات أو الأمراض القديمة مثل السارس والإنفلونزا اللي عم تحصد كانت حياة كثير من العالم. اليوم تطور الفيروس وسمي بكورونا نسبة لكراون التاجي. خلينا نحكي شوي أولا عن فيروس كورونا بشكل عام، شو هو هذا الفيروس ومدى خطورته؟ نعم، اولا فيروس الكورونا هو او المستجد الكوفيد 19 هو جزء من عائلة الفيروسات التاجية. نعم. التي معروفة من ثلاثينات القرن الماضي، الا ان هذا وهي تصيب الحيوانات وقليلا الانسان. هذا الفيروس طرأ عليه تحور وراثي أو تبدل بالمادة الوراثية أصابت الإنسان، بدأ في 2002-2003 بما يسمى السارس أو المتلازمة التنفسية الوخيمة الحادة، ثم طرأ تحور آخر بال2012 بما يسمى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو الميرز، وحديث في نهاية كانون الأول 2019 طرأ التحور الأخير ما يسمى الفيروس المستجد كوفيد 19 الذي ظهر في مدينة أوهان بالصين، أي منذ حوالي أقل من 3 شهور. حقيقة هو من فيروسات التي الحاوي على الار ان اي، الار ان اي يعني الفيروس لا يوجد به نواة، يوجد به حمض نووي ريبي، لذلك عندما يصيب الخلايا سهل انه يحصل في تحور وراثي ويطور سلالات اخرى. نعم. هلا الامر الاصابه بالفيروس حقيقه بالاول من ناحيه الخطوره لا تدعو كثيرا للقلق، لان اكثر غالبيه الحالات تشفى، حوالي 80% تشفى عفويا او تكون الاصابه خفيفه ولا تحتاج الى تقديم خدمات طبيه. الذين يحتاجون الى تقديم خدمات طبيه نوعيه هي حوالي 20% فقط، والوفيات لا تتجاوز بحال من الاحوال 2-4%. هذا يجب يعني، وهذا داعي لانه ترجم او نحول هذا القلق لاتخاذ الاجراءات المشدده للوقايه من العدوى. نعم. بشكل عام دكتور خلينا نحكي عن طريقة انتقال الفيروس وكيف الإنسان بيحس إنه هو عنده فيروس كورونا. يمكن قريبين كتير الأعراض من الإنفلونزا ونزلات البرد، ولكن خلينا نميزه بقصص محددة وطريقة الانتقال. نعم. أول شيء يعني حقيقة طريقة الانتقال الوحيدة أو الرئيسية هي بالرذاذ أو القطيرات التنفسية الصغيرة الدروبلت، فهو حتما ينتقل عن طريق الرذاذ من الأشخاص المصابين عند السعال أو العطاس، فهو هذه القطيرات من النوع الثقيل التي لا تنتقل لمسافة طويلة، إذا هو لا ينتقل عن طريق الهواء، ينتقل عن طريق القطيرات التنفسية أو عن طريق الرذاذ. لذلك حجر الزاوية بالوقاية هو عدم المخالطة لهؤلاء المرضى والابتعاد قدر الإمكان على الأقل مسافة متر واحد، لا تنتقل لمسافة أكثر من متر واحد أو 3 أقدام بشكل عام. أيضا بما أنه لا يوجد معلومات مؤكدة أنها تنتقل عن طريق الحيوانات، يجب طهي المنتجات الحيوانية والبيض بشكل جيد، طبعا مسح السطوح بشكل جيد لأنه يعيش
ايش كمان سنفصل بهذا الموضوع على السطوح ايضا. اذا الانتقال الوحيد هو عن طريق القطيرات التنفسيه التي تنتقل بالرذاذ، بتنتقل بالسعال او العطاس بشكل عام. لذلك من المهم جدا وضع الوقايه من ذلك بوضع المحارم ورميها مباشره في القمامه. نعم دكتور، يعني كثير من الاسئله حوالينا اللي عم نسمعها من العالم، هل البضائع القادمه من الصين ممكن انه يكون فيها كورونا؟ كثير ناس خافت. هل مثلا علما انه الصين يعني سيطرت على الفيروس بشكل كامل وهلا انتقلوا على ايطاليا كمهمه انسانيه، هل مثلا البعوض او الحشرات ممكن تنقل الفيروس؟ لا يعطل مو مع كورونا. فخلينا نعرف صحة هاي الأقاويل ونصححها للعالم. حتى لمس مثلا كيف ممكن كمان الإجراءات الوقائية يعني السهلة للعالم حتى ما تخاف كتير. نعم، أولا لابد أن أتكلم قليلا عن الأعراض، كيف نميزها عن الإنفلونزا. الأعراض بشكل رئيسي هي الحمى التي او ارتفاع الحراره التي يظهر باكثر من 80% من الحالات، ايضا التعب والاعياء والسعال الجاف، وفي حالات ايضا يمكن الشعور بضيق النفس او القصور التنفسي وبعض التهاب الحلق او احتقان الانف. اذا اعراض حقيقه تكون قريبه او مشابهه ومن اختلاطاتها النادره طبعا. سؤال، هل عن جد اللي بيكون معه مثلا بلغم او بيكون معه سيلان بالانف بيكون ما في كورونا؟ هيك العالم ما بيقول. هو بشكل عام السعال معظمه جاف بالكورونا. لذلك الأعراض الأساسية هي الحرارة، السعال الجاف، والتعب والإعياء، وضيق النفس، هي الأعراض الرئيسية. أما عن انتقال فالمعروف أنه يعيش على السطوح حسب نوع السطح وحسب الظروف المحيطة من حيث الحرارة والرطوبة. على سبيل المثال يعيش على الملابس حوالي 12 ساعة، على السطوح مثل الستانلس ستيل يعيش أحيانا بضع أيام. إذن هو يعيش على السطوح من بضع ساعات لبضع أيام حسب الظروف. أما عن الإصابة من البضائع القادمة من الصين على سبيل المثال، لم يثبت أنها تنقل العدوى، خاصة بعد هالمسافات الطويلة والتعرض لمختلف أنواع الظروف المحيطة. لأنه الطرود القريبة الإصابة أو انتقال العدوى بها هي انتقال ضئيل جدا. نعم دكتور، كثير من الأشخاص كثير بيسافروا خاصة بالطيارة ومن بلد إلى بلد. خلينا نحكي عن حماية المسافرين وطرق الوقاية لدى المسافرين، وإذا الشخص سليم فيه يحط كمامة وإيمت فينا نحط كمامة، وإيمت نحن إذا وصلنا على بلد فيه حالات من فيروس كورونا شو لازم نحن نعمل لحتى نوقي حالنا من الإصابة؟ نعم حقيقة، أولا الكمامة يجب أن توضع بحالتين، إما الشخص المصاب لمنع انتشار العدوى للمجتمع، الشخص المصاب او المشتبه انه مصاب. الحاله الثانيه هي مقدمي الخدمات الطبيه، يعني الممرضين، الاطباء الذين يعتنوا بالاطباء. اذا هناك حالتين، يعني العالم اللي ما فيهم شيء ما فيهم يحطوا كمامه، لا داعي لذلك، لانه يجب يعني حتى حسب توصيات منظمه الصحه العالميه ذلك. اذا يجب ترشيد استهلاك الكمامات لانه معروف عالميا هناك نقص بالانتاج. هلا بالنسبه للسفر، اولا يجب تنظيف السطوح اثناء السفر، ما يتعلق بمقاعد الطائره، بالكحول حتى بالماء الحاوي على بعض المعقمات. اذا ثاني عدم مخالطه، تجنب المجتمعات الكثيفه او الحشود او الجمهور الكبيره، يعني الحشود نبتعد عنها بالمولات وما الى ذلك. اذا عند رؤيه اي شخص مصاب حاول عدم مخالطه الاشخاص المصابين. كيف نميز انه مصاب؟ من يشكو من اعراض من سعال، اي شخص عنده اعراض حمى سعال يفضل عدم مخالطته بالمرحله الاولى، وهون ممكن يفيد ببعض حالات وضع ايضا عند شعور بحراره او اي عرض من اعراض الكورونا يجب، او اعراض الاصابه التنفسيه الحاده، يجب مراجعه اي مقدم للخدمات الطبيه وان يحجر الشخص نفسه او يعزل نفسه حتى لا ينشر العدوى. ايضا الاهتمام بالمواد الطعاميه او منتجات حيوانيه بطهيه جيدا وعدم اذا واهم
عنصر أقول في الوقاية هو غسل اليدين ثم غسل اليدين ثم غسل اليدين، غسل اليدين وعدم ملامسة الوجه، لأنه نحن بطبيعتنا كشعب ودود دائما، أول شيء بنحب المصافحة كثير، التقبيل، بنحب التبويس كثير، أيوة، فهذا شعب ودود. أيضا نلمس الوجه بكثير من الحالات، بحالات التعجب، بحالات التفكير، بحالات التأمل، دائما لدينا عادات أن نلمس الوجه، وبحالات التعب نلمس العينين. إذا الشعب متعود على ملامسة الوجه واستخدام اليد والوجه للتعبير، لذلك يجب أن نقلع عن هذه العادات. إذا غسل اليدين، عدم ملامسة الوجه بشكل عام، والنظافة الشخصية. طب دكتور، هلا كثير في صوابين اشكال والوان، وفي شيء جل وفي شيء سائل، نعم، وفي فيها كثير قصص، نعم، اي الاحسن؟ ما في شروط معينة، حدد اي الاحسن. غسل اليدين بطريقة صحيحة بالتشابك الصحيح، بالتشابك الصحيح، بغسل كل السطوح بشكل جيد بين الاصابع ظهر اليدين لمدة 20 ثانية، يعني فترة قصيرة، او غسلة بمحلول كحولي 60% على الاقل، نعم. اذا هذا كافي، 20 ثانية أو محلول كحول 60%. نعم دكتور، كمان كثير وبعد أي إجراء؟ أكيد. هلأ نحن كثير من الأساليب الوقائية اللي عم نسمع عم شوفها على مواقع التواصل الاجتماعي عم يقروها العالم، حتى عم يحكوها بين بعضهم، الغرغرة بالمي والملح، نعم، مثلا اليانسون، الليمون الداف مع مي دافية وعسل، ممكن أنه يحاول يقتل الجراثيم أو يمكن، نعم، البكتيريا، فهل هي القصص صحيحة؟ نعم، لا يوجد أي دليل علمي حقيقة على هذه الأقاويل أو هذه المقترحات، اليانسون والغرغرة وإلى ذلك. حتى الآن لا يوجد علاج نوعي للكورونا، والأبحاث جارية بصنع لقاح، وكما تعلمين أن اللقاح يحتاج إلى فترة، يجرب أولا بالمخابر ثم على الحيوانات ثم على متطوعين، وآخر شيء بوصل على تطبيق الإنسان، هذا يحتاج إلى فترة طويلة. إذا لا يوجد لقاح. العلاج موجه للمعالجة العرضية، لعلاج الأعراض، علاج الاحتقان، علاج الحرارة، إذا هو معالجة عرضية ومعالجة داعمة للحالات الحالات المقبولة في المشافي، المعالجة الداعمة لدعم الوظيفة التنفسية، الوظيفة الكلوية، ريثما تقضي وتنشيط الجهاز المناعي، ريثما الجهاز المناعي للشخص هو يقضي على الفيروس. إذا المعالجة هي عرضية أولا وداعمة ثانيا للقضاء على الفيروس بالجهاز المناعي الذاتي. نعم دكتور، خلينا كمان نركز على السوشيال ميديا، بما أنه هلأ الفيسبوك والإنستغرام، نعم، كاسح الدنيا، وكل العالم عن جد عم تصدق شو عم يقولوا الناس. حدا بيقول اخترعوا دواء، حدا بيقول هو دواء وقائي ولكن ليس لقاح، حدا بيقول أنه بدنا إياها تطلع الشمس مشان يروح الكورونا، نعم، هدول القصص صحيحة؟ لأن احنا، نعم، تأكدنا من حيثية وجود دواء أنه مثلا هلأ ما اكتشفنا، نعم، أنه في دواء، نعم، ولكن درجة الحرارة هل تلعب دور بالكورونا؟ نعم، الارتباط بالمناخ أو الحرارة غير مثبت علميا حتى الآن، وكما نعلم أن عندما انتشر السارس انتشر في صيف في السعودية وكانت حرارة مرتفعة، إذا وهو يقاوم من الحرارة من ناقص 60 لل30، فإذا لا يوجد ارتباط بمناخ معين أو حرارة معينة حتى الآن، نعم، لا يوجد دليل علمي على ارتباطه بذلك. طيب دكتور، خلينا شوية نعرف عن الجهاز المناعي، يعني نعرف دائما الشباب أو فئة الشباب، نعم، جهاز المناعة أقوى من، نعم، كبار السن، فهل هذا أيضا بالنسبة لفيروس كورونا؟ نعم، كما أسلفت أنه الجهاز المناعي هو الذي يقاوم الشخص، هو الذي يقتل الفيروس، لذلك الإصابة تكون كثيرا عند ذوي المناعة المنخفضة، يعني كبار السن الذين لديهم أمراض معينة مثل السكري، ارتفاع التوتر الشرياني أو الضغط الشرياني، الأمراض القلب، الذين يتناولون معالجة كيماوية على سبيل المثال، إذا عند ضعيفي المناعة هم أكثر عرضة للإصابة الحادة أو الإصابة التي تحتاج إلى تقديم رعاية طبية خاصة، إذا ضعيفي، ولذلك الإصابة عند الصغار قليلة جدا، فأغلب الإصابات كانت عند كبار السن ومصابي السكري، نعم، والقلب، نعم، وضعيفي المناعة بشكل عام. نعم دكتور، كمان خلينا نحكي، كثير من الأشخاص بس يجعن شوي حلقون أو شيء فورا بياخذوا أدوية التهاب، أدوية الالتهاب قد ايه بتضعف المناعة بالجسم، واستخدامها الخاطئ وغير المرشد من قبل، نعم، الطبيب قد ايه يمكن بضعف المناعة؟ نعم، كلنا نعلم ان او كلنا نعلم ان أدوية الالتهاب لا تقاوم او لا تقضي على الفيروسات، فهذا فيروس، لذلك أدوية الالتهاب او المضادات الحيوية هي لا تفيد ابدا في هذا، تعطى بحالات خاصة عند وجود انتان مشارك،
تحت إشراف الطبيب، إذا حالات خاصة معينة، إذا ولا يوجد مضاد فيروسي للكورونا المستجد الكوفيد 19 حتى الآن. نعم. طب خلينا نحكي كمان عن نساء الحوامل، يعني هلأ الخوف صار خوفين، هن قبل عندهم إجراءات وقائية من أي شيء من أي مرض، هلأ صار في كورونا. نعم. كمان كيف فيهم ياخذوا نعم. إجراءات وقائية؟ نعم. حقيقة بما أنه المرض حديث العهد فلا يوجد دراسات كثيرة عن نساء الحوامل، هناك دراسة ظهرت بعد قيد النشر على 17 امرأة حامل، لا يوجد شيء ما يميز المرأة الحامل أن إمكانية الإصابة أكثر من غيرها، إلا أنه بسبب طبيعة الحمل قد يعرض الحامل للإصابة أكثر أحياناً، لذلك لابد من السيد الحامل أن تأخذ من أسباب يعني أسباب الوقاية وتحتاط أكثر من غيرها لمنع التقاط العدوى بشكل رئيسي. أما لا يوجد ما يثبت أن الحامل هي أكثر عرضة للإصابة فيزيولوجيا. نعم دكتور، المريض المصاب بفيروس كورونا هو نحن بنحطه بحجر صحي، بنحطه نعم. بمكان منعزل عن الخارج. نعم. وخلينا نسأل، إذا طاب هذا الإنسان وطلع على الناس وخلص تأكدنا أنه هي بيعدي أو نعم. بيرجع بينعدى ولا نعم. بصير عنده نعم. مانع؟ علينا حقيقة أن نميز بين مفهومين. أوكي. الحجر والعزل. أوكي. الحجر يجرى للأشخاص غير المشتبهين المخالطين لمصابين أو قادمين من مناطق موبوءة أو منتشر فيها الفيروس. أوكي. هذا هو الحجر، فهو غير مصاب. العزل هو للأشخاص المصابين فعلا يجب أن يعزلون. إذا الحجر هو لغير المصابين للمشتبهين أو المخالطين أو القادمين، هذا أولا. ثانيا ذكر حالتين فقط حتى الآن تم إعادة الإصابة أو العدوى لثانية، هذا يدل على أن هناك أكثر من زمرة أو أن الفيروس يطور زمر ثاني قد يوجد يعني قد تؤدي إلى إصابة ثانية. إذا هناك حالتين تمت بعد سلبية الاختبارات بالبي سي آر، تم تفعيل الإصابة أو إصابة ثانية لاحقا، وتم نشرها منذ يومين على أحد المجلات العالمية المحكمة. إذا إمكانية. أما العدوى بعد الإصابة بعد الشفاء أو أثناء فترة الحضانة، أثناء فترة الحضانة لا يكون هناك أعراض عادة، فغالبا إذا ما في أعراض فهو غير معدي بسبب عدم وجود سعال أو رذاذ، أو إلا أن هناك بعض الحالات وهي كثيرة 80% تكون الأعراض خفيفة، سعال خفيف أو بداية الإصابة تكون الأعراض خفيفة، هذه الحالات رغم أنه قد تكون معدية. وأود هنا أركز على فترة حضانة المرض. أوكي. فترة حضانة المرض حسب الآخر المستجدات هي تتراوح بين يومين و 14 يوم وأسبوعين، غالبا في معظم الحالات هي 5 أيام فقط. إذن بين يومين ل 14 يوم، وفي معظم الحالات 5 أيام فقط. نعم دكتور، اخيرا سؤال، يعني هلا في نص العالم مرشحه خلينا نقول من التغيير الموسمي او تغيير الطقس بين الربيع والشتاء، كيف فيهم يفرقوا بين هي الحالات بين الكورونا والفيروس؟ نعم، هو باستمرار الاعراض كما اسلفت والإصابة التنفسية. المشكلة بفيروس كورونا هو الإصابة التنفسية، أما الأعراض الخفيفة هي تذهب وتروح بدون أي عقابيل. المهم الذي يشكي من أعراض تنفسية أو أعراض علوية مهما كانت الوقاية الشديدة بمنع نشر الرذاذ أو وضع دائما المنديل، أو إذا اضطر العطاس يمكن أن يضع يده على ريثما، بغسل اليدين الجيد. نعم. بعدم المخالطة بشكل عام بالمجتمعات الكثيفة. إذا ولهذا السبب صدر البارحة قرار بتوقيف القرار اللي كان حكمي، كان في منتهى الحكمة، على الرغم من عدم وجود إصابات لدينا فنحن لسنا بمنأى عن الإصابة ولسنا بمنأى عن وجود بعض الحاملين غير العرضيين أو الذين هم في فترة الحضانة. لذلك كان منتهى الحكمة أن يصدر قرار كما صدر البارحة بإيقاف الدوام في المدارس والجامعات والمدن الجامعية. نعم. وإلى آخره. نعم دكتور مروان الحلبي، حكتي بدنا نتشكرك، شكرا كثير على كل المعلومات وكل الأجوبة يلي عم يتساءلوها الناس جاوبتنا عليها، ميرسي كثير لك، يسعد صباحك. جزيلا، وشكرا كمان للمشاهدين. أهلا، شكرا لك دكتور على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها.